أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنكتب ما العذاب مدى. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما
ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كلا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا كلا سيكفرون بعبادتهم سيكفرون بعبادتهم ويكونون واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً
كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فإنما يسر وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله.